لأنك ابني لأنك بدي الدنيا تحكي عنك اكبر فيك وتكبر فيك وشوفك شاب وافرح منك بركض كي غندير راسي دابا كي غندير عافاك ربي عاوني يا سيدي ربي كي غندير يا سيدي ربي دابا الطبيب قال لي مريض والمرض الخايب وولدي حمزة مسكين يا مربي وكيفاش دابا غنقول ليه الحقيقة يا ربي عاوني يا سيدي ربي يا ربي عاوني ولدي حمزة اجي اجي هضر معاك دا واش تقول لي الهضره راني مفهم والو عاود لي ما عرفت كيفاش انا عاود لي حاول دابا واحد النهار بخير لاباس اش اخبارك اش تعاودي العائله لاباس الحمد لله بخير الحمد لله مبروك الزياده اش من مبروك نتايا كعارفه اش وقع لي مع داك ولد الحرام واش غادي ديري اختي مريم اش نقول لك مكتبه هذا وكتبوا عليك اش نقول لك اختي مريم ما عندك ما دير تصرف المكتب صبري وصافي واش بغيتي نصبر وانت عارف من نهار وقع لي داك المشكل ملي دارنا جراو عليا وانا ساكنه غير عند واحد السيده ها انت دابا حتى نهار الولاده وما كايناش معايا واش نقول لك اختي مريم المهم انا تنعرف واحد السيد ياك تيقلب على واحد البنيه ولا وليد ما عرفتش الا كان يناسبك هذا الشيء ويرضيك الا كنتي تعطيه لوليد ما عرفتش بغيت الله فيه حتى الله فيه غادي يحطو فوق يحطو في عينو كوني هانيه انا نضمنك انا ما بغيتش نعاود ندير نفس الغلط كيما درت مع داك ولد الحرام واشنو غتخلي الولد يضيع اللهم تعطي هذاك السيد لاباس عليه راه غادي تهلا فيه وغادي تهلا فيك تاتي وصافي الا كان يتهلا فيه انا نمشي عندو دابا نشوف هو يلا زيد المهم حنا وصلنا للدار ديال السيد نبقو عليه يا رب اللهم صل مريم هذا محاشكه سيدي قال عبد واحد السلام عليكم خويا تاعك وكي داير بخير الحمد لله خويا لاباس عليك هاني الحمد لله انت الله يبارك فيك والله الا توحشناك توحشناك اخويا ودير على الوقت اخويا عبد واحد جيت عندك للدار ما صدقش شك هانيه اخويا راني هابط للزرايب ياك انت كاين في الزرايب واه كاين في الزرايب حنا خرجنا للدار ياك عيط لنا شي حاجه مهمه واه اخويا بيتك على واحد الموضوع ضروري اخويا تجي نناقشو معاك انا وياك صافا خويا ما تعطلش عليا راه زربان شويه يلا سير على مولاي يلا واخا يلا مريم انت سمعت فيك واش انا نقول السيد هو جا وغادي نهضروا في الموضوع اللي اهلا خويا سعد قبل اخويا عبد الواحد هانيك صافا هانيك سي مزيان لاباس الله يصلح هاني هاني بخير الحمد لله خويا هذا هو الموضوع علاش شنيتك عليه في التليفون كيفاش زعما خويا شغل قصه طويله او تاتي نفسي اسم جمال خويا كان وقع له واحد المشكل مع واحد السيد خويا تعدى عليها ياك ولدات هاد الوليد هذا
ما صابتش لي ربي. وقلت لي راه نهضر لك مع واحد السيد سميتو عبد الواحد، هو يقدر كان دولي على شي بايت تبنى شو هي لك تا خويا تبنى. مرحبا خودي في هاد الخير هذا بكيزي، راك صاحبي وعار وانت راك عارفت انا باغي ربي شي دري ولا دري اللي جاب الله، وانت عارف بلا المرا ما كتولدش. انت انا ما بغيتش، بغيت ضروري نربي شي دري. واحد شنو نقول هو الدري ياك عرفتك وجه الله تهلا فيه وديري فيه. راك عارف اخويا انت انا باغي الدراري وعزازين عليا الدراري، وغادي نديرو اكثر من ولدي. انا ما عنديش الدراري وعزازين عليا الدراري، صافي راه تعطيني الدري والله تنتهلا فيه. ان شاء الله غادي نتهلا فيه اختي، ما تخافيش ما تخافيش اختي، غادي نتهلا فيه ونديرو بحال ولدي. صافي ما تخافيش اختي، غادي نتهلا فيه. يلا مريمش خويا سعد بس الحمد لله. صبحت لاغينا. المهم فيك اخويا دابا، بغيت نعطيك واحد لما نعطي لك السيده. واخا انا جاي عندك دابا. اهلا سي سعد، لاباس عليك؟ هاني مزيان. المهم اخويا هي لما نعطي لك السيده، وشكرها بزاف على داكشي اللي دارت معايا، واخا انا نتهلا في الدرين ان شاء الله. اخو عبد الواحد باش نقول تهلا في ديك الله يجازيك بخير. اهو ايوا ضروري اخويا. يلا اخويا انا عندي واحد الشغل ضروري. يلا اخويا تهلا في راسك. على مولاه انا ما بغيتش نخبي عليك وخدت لي الموت. شت ما تخبي لي واش تجي تخبي؟ غير سمح لي يا ولدي هذا هو. لا تخبي هذا الشيء. لا والو لا والو انت بدا ماشي والو. سمح لي يا ولدي. لاباس عليك. ما حاكم شغلك فيا خويا؟ علاش ماشي شغلي؟ ما كاس خويا شوف غنجيك من الاخر عاد تولي شي بزناس. دابا باغي نطير من بلي ما والو. ماشي شغلك في داك الشيء اخويا، اش غتولي شي بزناس؟ اليوم باغي نطير في السماء. باغي باغي نطير اخويا. لو شي واحد غنمشي ندير شي حاجه براسي ولا شي حاجه. ماشي شغلك فيا صافي دوز لابيل للريف يجي من هنا يعاود صافي 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 دابا قول له حضرنا العرب بنادم عشيه غيبقى داير عندنا هنا الكج وحنا ما عندنا حتى حاجه. دابا انا مع صاحب بنادم هيا صافي قول لي دابا خونا يجي منا اللعيبه اللي تيجي منا ديما يجي منا نهار واحد قول لي يجي منا نهار 20 خمطه بخير الله يحفظنا خويا. وخاصة أنا خوشي سلعة راه مبقاتش عندنا عشية صافي راه قال البادرون سلعة ضروري راه تيجي بنادم كان ميتني عشية صافي أخويا الله يحفظك. شنو قال لك الكوني؟ قال لك هي السلعة عشية تجي عشية غادي يجيبها. باش تقيم الوقت تقيم الوقت ولا عارف؟ عارف هو الوقت ديال ديما صافي صافي صافي. السلعه قاعد دابا باش ندير باني وتا العشيه. لا باقا يجي بلا دابا ايوا صافي باش ندير باني وتا العشيه بنادم.
هادشي صوت غبل هادشي صوت غبل شوال بوخ شكور هذا اللي جاي اروح ريحك لي من جميع طريق فين الحرب؟ فين اخويا؟ وين؟ بخير اخويا شو هذا ما قلت عندنا باش حالة ما بدأت شو صافي؟ قلنا وقيلا نسيت تابا قليل داعي والله لا هو انا خلاص شرايين ولا جبت الدريات خويا السلام عليكم صافي انت ادري واش صاحبي كما صحبت غادي ترى قاعد شي كاع ندمتيني على ديك النهار انا فاش واش هدير العائله وانت ادري واش صاحبي اش من العائله ولا انت ادري واش صاحبي شي حكا بغيت نسولك اش اشو عندك خونا خويا لا ما نمشيش انا شي باغي عاوتاني باغي نطلع باغي نطلع هذيك النهار ترى ندمتيني على بغيتي فيا وقلتي لي كذا طلبتيني قلتي لي شوف ورا انا بحال انا السبب باش ندير من الاخر مابقاش خطب عيط خطب راه راه مسخرانه الوالده عاوز الباب ولا من مسخر ما غاتقول دابا غاتشوري خوتنا ولا ماشي لا ما غاديش نوريك راه تيك راه في الكواني ديك البلاصه اللي وريتي لي هذيك البلاصه ني طبي صافي يلا الله يعاون ماما لا لقيتيني سكران في الزنقه غي سمحي لي وزي ببالي لا خرجت من فمي حاجه خايبه رفع شيري باللي الدنيا صايبه دنيا جوج وجوغي بحال شي طريفه زنتك بالذهب وطلعت شي لي خفيفه راني غير بوحدي يا راسي كلشي كنديرو غير راسي ما كيهمنيش انا الباصي حتى من سطا نسيت بلادوز نايك والحطه برزا ازيك ريقلتي اللعيبات ريقلت هما الباترون كلشي مقرض كلشي مريقل كلشي مريقل كلشي السلطات كلشي اللعيبات كلشي بياز زيطا عندك واحد الخديمه دابا غادي يضرب القضيع واخا الباترون 20 غد قدام غادي تلقى خونا صافي دابا اللحاج صافي الاول النار في لاكا اللعيبات وصل المولى دابا صافي ما بقيت تسنى فين لا دابا الشنطه صافي سير دورا نعيط لك تما صافي سير We'll be right back.
كما قلت لي انت كليا قعدت فابور دبا الفابور ما عندي فلوس والو قلت لك فابور تعنا لك المره الاولى كاع فلوس كاع فلوس كاع خويا انت اللي باغي يطير باغي تهبل شنو ندير لك انا شنو هو ما بقاش تدير معايا هاد السويت انا باش نخلص فلوس ما راحش ما راحش تعطيني دابا ما بغاش نعطيك دابا الفلوس العين انجفت من الدمعة ما القلب حزين يبكي ويتنهد دخلاني هذا حمل الرزين ربي يكتب له باش يكمل حياته يتيم دمه على الخدين يقرا في ياسين يبكي على امه لحنينة وابوه اللي راح كل ما يتذكرهم كل ما تزيد تكبر الاجراح ما عادش لقيهم لا في حزن ولا افراح شكون يذلوا اذا راح شكون يهزوا اذا طاح بينهم للبارح كانوا مالين عليه الدار وينهم اللي كان ليهم يبوح لهم بالاسرار وين اللي تبوس لها ساقيات نجيك من النار اليوم الحلو مرار اليوم هكا ربي اختار هالزمان عزيزة هالصغلة وعز الناس مهما الناس تواسي ما تحسش نفس الاحساس وينهم اللي رباوك وين اللي يضلي تتباس وينهم الوالدين العزيز الله اكبر يا ناس يتيم يتيم اسمي يا معنى الحياة يتيم يتيم دم العيني نبتات يتيم يتيم يتذكر في ذكريات يرحم على الوالدين سمع ذوايا وتفات يتيم يتيم شنيا معنى الحياة يتيم يتيم دم العيني نبتات يتيم يتيم يتذكر في ذكريات يرحم على الوالدين سمع ذوايا وتفات هاز النعشو يبكي ويعيط الله أكبر لي كانوا محاذين وباتوا في نفس القبر هذا حكم ربي يا بشر المتحضر حفر القبور احفر من دمعة ولا تمطر وينهم اللي حبوك وينهم اللي تمنوا لك الخير مهما تكبر ديما في عيناهم انتي صغير حطوك في القطن وهما باتوا على الحصير اليوم يبكيك الغشير وينهم لا ميرة ولا مير شكون اللي في ثقة احوالك سائل عليك شكون اللي في نومك تتعرى هو يغطيك شكون اللي نحاها اللقمة من فمه يعطيك وين اللي بروحها تفديك تدعيلك ربي يديك وينو اللي في مرضك في البر جابلك دواك